احنا النهارده بنتكلم في الصالون السياسي الثامن بعنوان افاق التعليم قبل الجامعي. طبعا ملف التعليم هو ملف كبير في ثلاث مكونات رئيسيه، عندنا التعليم الجامعي والبحث العلمي، وعندنا التعليم الفني، وعندنا التعليم الاساسي. احنا النهارده بنتكلم في التعليم الاساسي والتعليم الفني. الحوار دار حوالين ايه هي التحديات اللي بيواجهها التعليم المصري بشكل ادق، ايه تقدير الموقف للتعليم في مصر، وتاني محور كان ايه هي التوصيات اللي دارت حوالين ملف التعليم. بالنسبة لقصة التحديات، احنا عندنا خمس محاور رئيسية اتكلمنا فيها. المحور الاولاني كان خاص بالمناهج، المعلم، الطالب ولي الامر كشريك رئيسي اما في انجاح العملية التعليمية او افشال العملية التعليمية، البنية التحتية وكثافة الفصول وشبكات الانترنت وخلافه خاصة مع تحدي التعليم عن بعد، واخيرا كان ملف التمويل والحوكمة والادارة. بعدها انتقلنا للتوصيات، وكان في اتنين تراك كبار جدا في قصة التوصيات. اول توصية، ودي اللي يمكن احنا متبنينها كحزب، دي شايفين ان هي الاضافة اللي احنا ممكن نضيف بيها في الوزارة، فكرة المناهج القائمة على نظرية بناء الشخصية. فاحنا بنتكلم ان ملف التعليم هو المفتاح الاوحد لتحويل الجمهورية الجديدة من مرحلة الحلم لمرحلة الواقع. فانا عندي الطالب يقعد اكتر من 14 او 14 سنة خلال العملية التعليمية، هي كفيلة ان انا ابني فيها قيم المواطنة والإنجاز وكل اللي أنا عايزة كدولة. وبناء عليه لما جينا نبص عالميا، فلقينا أن اللي بيعمل الكلام ده هو مناهج متجربة في أكتر من 25 دولة وعشرات المدارس. والمنهج ده اسمه بناء نظرية الشخصية، مكون من حاجتين، في حاجة اسمها الإديوكيشن بوزيتيف إديوكيشن موفمنت، حركة التعليم الإيجابي، والجزء الثاني خاص بقصة التفكير. الاثنين دول بيشتغلوا على الشخصية، زي أن أنت تطلع جيل هو عنده صمود نفسي وعنده تفكير تفاؤلي وعنده حلول إبداعية وعنده نقد لأفكار مش كل حاجة يشربها ومش كل جديد يقلده. الحاجة الثانية اللي انتقلنا فيها بعد قصة التعليم هي بعض الأفكار اللي ممكن تدعم الوزارة في إزاي احنا ممكن يكون عندنا سبل للتمويل والصرف على مشاريع الإصلاح داخل التعليم دون زيادة العبء على موازنة الدولة، خاصة في الأوضاع الاقتصادية الراهنة. الحقيقة اتشرفت اليوم بحضور الصالون السياسي الخاص بأفاق تطوير التعليم ما قبل الجامعي، والأقام حزب الإصلاح والنهضة. والحقيقة أنه هو كان نقاش سري للغاية، وتناول العديد من الموضوعات المتعلقة باستراتيجية التعليم وتطوير المنظومة التعليمية، وأيضا يعني الرؤى المستقبلية فيما يتعلق بمنظومة التعليم على المدى الطويل. والحقيقة كمان أن الاستراتيجية اللي بتتبعها وزارة التربية والتعليم منذ بداية العام الدراسي، واللي بينتهجها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، كانت واضحة وشفافة للغاية منذ بداية العام الدراسي، وتم الإعلان عنها بشكل كامل، والتي يعني تعتمد بشكل واضح وصريح على تطوير طريقة التعلم للطلاب والابتعاد عن الحفظ والتلقين وتحقيق نواتج التعلم وإدراك المفاهيم الكبرى والابتكار والإبداع والإلمام بالمعلومات العامة. وهذا هو الهدف الرئيسي اللي بتعتمد عليه الوزارة من خلال تقديم المناهج التعليمية. أيضا يعني النقاش تناول أيضا الحديث عن دمج التكنولوجيا في المنظومة التعليمية والخطوات اللي انتهجتها الوزارة خلال الفترة السابقة وما هو قادم. والحقيقة يعني أن تم الاستماع لعدد كبير من المقترحات المقدمة خلال الصالون السياسي، وكان نقاش سري للغاية، ويعني تشرفت بالحضور. الصالون بتاع النهاردة هو الصالون الثامن لحزب الإصلاح والنهضة، هو ضمن سلسلة من الفعاليات الخاصة بالحوار الوطني. أهمية الصالون أنه بيتكلم عن ملف مهم جدا، وهو ملف التعليم. التعليم شيء أساسي، والتعليم هو سبب تقدم أي دولة في العالم. كل الدول اللي حصل لها تنمية اقتصادية كان جزء من قيام وحدوث هذه التنمية هو وجود العلم ووجود تعليم جيد. طرح الملف ده النهارده يعني سواء
داخل سواء من خلال تنسيق شباب الأحزاب السياسيين أو من خلال حزب الإصلاح والنهضة، ده هيترجم في النهاية، ما هيوصل في الآخر المجموعة من التوصيات. المجموعة من التوصيات دي هتترفع للأمانة العامة للحوار الوطني واللجان الخاصة بالتعليم داخل الحوار الوطني. أهم اللي تم مناقشته في ملف التعليم طبعا التعليم الأساسي، المناهج، الأبنية التعليمية، كل ما يخص العملية الدراسية الثانوية العامة وما يترتب عليها في شكل الامتحانات، كل شيء خاص بالمنظومة التعليمية. رؤية التنسيقية يا فندم في مجال ملف التعليم؟ التنسيقية قدمت أكتر من مقترح خاص بالتعليم، وقدمت مشروعات قوانين خاصة بالتعليم، منها كان طرح موضوع المفوضية مرة أخرى. عندنا حاجات كتير، منها طلبات الإحاطة والأدوات الرقابية اللي استخدمتها التنسيقية، آخرها كان ملف الألعاب الإلكترونية، خاصة بعد الحادثتين اللي حصلوا سواء في المدرسة اللي كانت في مبابة أو المدرسة بتاعة العبور. واحنا مهتمين بالملف ده بشكل خاص، وعندنا اعضاء داخل لجنه التعليم في مجلس النواب. ومطلوب منه ايه؟ بس